الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك، له الحمد كله جل في علاه، وله الملك كله سبحانه وبحمده، لا يحصي عباده ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فادعوه بها، وهي الأسماء الحسنى التي عرف الله تعالى بها نفسه في كتابه الحكيم وعلى لسان رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأسماء الحسنى ذكرها الله تعالى في كتابه، فلم تخلو منها سورة، بل لا تخلو منها آية في غالب ذكر الله الحكيم وآياته المبين. إن الله جل وعلا ذكر في سورة الفاتحة جملة من أسمائه، من ذلك قوله جل وعلا: مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذا إخبار عن اسم من أسمائه، وصف، وعن وصف من أوصافه جل في علاه، فهو الملك سبحانه وبحمده، وهو المالك جل في علاه، وهو المليك سبحانه وبحمده، يقول جل في علاه: فتعالى الله الملك الحق سبحانه، ويقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك، ويقول جل في علاه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الأسماء الثلاثة، الملك والمالك والمليك، كلها من أسماء الله جل في علاه، وقد ذكرها الله في محكم آياته، جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، فقال: فتعالى الله الملك الحق، وقال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، وقال سبحانه وبحمده: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكلها جاءت مطلقة، وجاء بعضها مقيدا، كما ذكره الله تعالى في سورة الفاتحة حيث قال: مالك يوم الدين. والتقييد ليس ملغيا للعموم أو الإطلاق، بل يبقى ملك الله شامل لكل شيء، فهو مالك الملك سبحانه وبحمده، بيده ملكوت كل شيء، فهو المنفرد بالملك سبحانه جل في علاه. وقد جاء في ذكر الملك أنه يتضح ويبدو جليا في يوم الدين، ولذلك جاء أي يوم الجزاء والحساب، ولذلك جاء مقيدا بيوم الدين، فقال تعالى: مالك يوم الدين، لا يعني أنه لا يملك إلا في ذلك اليوم، لكن تخصيصه بذلك اليوم أو تخصيص الملك بذلك اليوم إنما هو لظهور ذلك ووضوحه وجلائه وبيانه، وأنه لا يلتبس. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وبحمده، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهو المليك المالك الملك جل في علاه، الذي ملك كل شيء بقوته وحكم على كل شيء بعدله، فذلت جل في علاه لعظمته الرقاب، وخضعت لجبروته وملكه القلوب والألباب، إليه يلتجئ اللاجئون ويبتهل المبتهلون، ليس لهم عنه غنى ولا بهم عنه غنى سبحانه وبحمده، بل هم إليه فقراء، فهو مالكهم ومدبرهم. يا أيها الملك القدوس رحماك، ضاع الوجود وضل الخلق لولاك. لا تطيب حياة دون لجأ إلى هذا الملك المالك المليك سبحانه وبحمده. فالناس إليه مفتقرون، هو مدبرهم، هو خالقهم، هو رازقهم، هو الذي يصلح شؤونهم، هم مملوكون له، مربوبون له، مدبرون، أذلاء بين يديه جل في علاه. لذلك لا انفكاك لهم عنه، لا تستقيم حياتهم ولا تطيب دنياهم ولا أخراهم إلا بملكهم مالك الملك، ربهم الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. هذا الاسم الملك واسم المالك واسم المليك، كله يدل على معنى واحد، وإن اختلفت الصيغة في التعبير أو في الدلالة على هذا المعنى، فإن هذه الأسماء تدور على إثبات التصرف لله عز وجل بلا ممانعة ولا مدافعة. فالملك هو الذي له مطلق التصرف في الشيء دون أن يمانعه أحد أو يدافعه أحد، فله الملكية المطلقة جل وعلا، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء. فالملك الثابت له جل في علاه يدل على كماله سبحانه وبحمده في صفاته وأفعاله جل في علاه. ولذلك لا يمكن أن يكون ملك من لا كمال في صفاته، فدل ذلك على كماله في ذاته، فهو الحي القدير السميع البصير عليم جل في علاه، كما أنه لا يمكن أن يكون ملك من لا يأمر ومن لا ينهى ومن لا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل. لا يمكن أن يكون ملك من لا يهين ولا يكرم، من لا ينعم ولا ينتقم، من لا يخفض ولا يرفع، من لا يرسل الرسل إلى أقطار المملكة ليصلح أحوال مملكته، من لا يتقدم إلى عبيده بالأوامر والنواهي. فله الملك التام والكامل جل في علاه، الذي لا ينازع في شيء منه سبحانه وبحمده. لذلك حقيقة الملك التامة التي لا نقص فيها هي لله جل وعلا، فله العطاء والمنع، وله الإكرام والإهانة، وله الإنابة، وله الإثابة والعقوبة والغضب والرضا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الملك سبحانه وبحمده يغفر ذنبا ويفرج كربا، يكشف غما وينصر مظلوما، ويأخذ ظالما ويفك عانيا، ويغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويشفي مريضا
ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا سبحانه وبحمده. هو الملك جل في علاه، يعطي سائلا ويغيث ملهوفا، يذهب بدولة ويأتي بأخرى، يداول الأيام بين الخلق، يرفع أقواما ويضع آخرين. هو الملك جل في علاه سبحانه وبحمده. لا يقدر الخلق قدره ولا يحيطون بوصفه سبحانه وبحمده. يسوق المقادير إلى آجالها، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة سبحانه وبحمده. وقد أجرى ذلك القدر على نظام دقيق لا يتقدم ولا يتأخر، بل أحصى كل شيء عددا. من عظيم ملكه سبحانه وبحمده أنه يعلم عدد الرمال وعدد القطرات فما من حركة ولا سكون في الكون إلا بأمره جل في علاه. هو المتصرف في الممالك كلها، لا ينازعه في ذلك شيء. ملك قادر قاهر عادل بر رؤوف رحيم، لا ينازع في مملكته، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو دائر في حكمه في ملكه جل وعلا بين العدل والإحسان، وله في كل ما شاءه وقدره الحكمة البالغة والرحمة الواسعة، فله الحمد كله. لا يحصي عباده ثناء عليه جل في علاه، مهما بالغ الناس في بيان ما له من الصفات وما له من الكمالات، فإنهم لا يحيطون بكماله جل في علاه وما له من كمال الوصف وجميل الفعل وحسن الأسماء سبحانه وبحمده. هو الملك، هو المالك، هو المليك سبحانه وبحمده. وقد دلت هذه الأسماء على أسماء كثيرة من أسمائه، فمن مقتضيات ملكه أنه العزيز، من مقتضيات ملكه أنه الجبار، من مقتضيات ملكه أنه الحكم، من مقتضيات ملكه أنه الخافض الرافع، من مقتضيات ملكه أنه العظيم الجليل الكبير سبحانه وبحمده. كل هذه الأسماء يدل عليها بالتضمن والالتزام ما وصف الله تعالى به نفسه وسمى به نفسه من أنه الملك المالك المليك جل في علاه سبحانه وبحمده. لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. هذا ما تيسر من الحديث عن أول هذا الاسم الكريم من أسماء الله جل في علاه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أعلم عباده به، ومن أوفرهم نصيبا في طاعته، ومن أعظمهم حظا في بره وإحسانه. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.